السلام عليكم. موعد توقيت مباراة فريق الوداد الرياضي المغربي وفريق جوانان جالاكسي البوتسواني في الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا 2024. والقنوات الناقلة لهذه المباراة يتواجد فريق الوداد الرياضي المغربي وفريق جوانان جالاكسي البوتسواني في المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب كل من فريق سيمبا التنزاني وفريق سك ميموزا الغاني. ويستقبل الوداد الرياضي جوانان جالاكسي في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 25 نوفمبر 2023 على ملعب مراكش الكبير في حدود الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب، 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله. ومن المرتقب نقل هذه المباراة على قناة الرياضية تي ان تي وعلى قناة بي ان سبورتس HD4.